السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمة. يلا بينا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله أعزائي الطلاب هنشوف أهم الأسئلة في اختبار الأداء أو البرفورمانس تاسك، وهنبدأ نشوف إيه أهم النقاط اللي ممكن تجينا في الاختبار. وحابب أقول لكم قبل ما نبدأ إن لازم تعرف إن الاختبار ده مدته فترة واحدة أو one period أو حصتين، والأستاذ هيوزع عليك الاختبار وهيساعدك فيه بحيث يفهمك ايه المطلوب منك، وممكن ان انت تستعين بالكتاب لو انت عايز تاخد معاك الكتاب. لكن خد بالك ان مش بتلاقي نفس المواضيع او نفس الاسئلة، بس بتلاقي حاجات مشابهة للي انت درسته، فممكن في احيان كتيرة ان انت ما تحتاجش تفتح الكتاب اصلا لو انت مذاكر او قاري او كويس المواضيع وعارف. نبدأ مع بعض هنشوف شوية نماذج كده سريعة. اول نموذج عندنا او موديول نمبر 1 بيتكلم عن الادابتيشن او التكيف بتاع الكائنات الحية، وزي ما انت شايف جايب لك كائن حي انت ما درستوش قبل كده وهو الاليفنت او الفيل. اول سؤال او اول قطعة او باراجراف بيقول لك for most of us، لمعظم الناس، most elephants are similar to each other، يعني انت بتشوف الافيال كلها كأنهم شبه بعض، مفيش حاجة مميزة فيهم يعني، خلاص. So human cannot differentiate between them، انت ما تقدرش تشوف نوعين من الافيال وتقدر تفرق بينهم، ماشي. بس الموضوع ده مختلف للعلماء، اهو this is different for scientists، بالنسبة للعلماء there are two main types of elephants، في نوعين يعني مختلفين للافيال او نوعين اساسيين للافيال، يا اما الفيل الافريقي يا اما الفيل الايه الاسيوي، خلاص. يبقى هو بيقول لك اهوت الافريكان elephant and asian ايه الإليفانت، والصور بتاعتهم واضحة إن في اختلافات بسيطة بين الإيه النوعين دول. طبعا هو في الامتحان هيديك صورة واحدة بس ليهم بحيث يعرفك الفرق بينهم. بعد كده بيقولك إن if you know، لو أنت عرفت that the African elephant can live in hot temperature environment، في البيئات الحارة أو البيئات الإيه اللي فيها درجة حرارة مرتفعة، لأن هو طبعا أفريقيا كلها تعتبر خط الاستواء بيعدي فيها يعني. But ولكن the Asian elephant can live in mild temperature environment، يعني ممكن يعيش في بيئات متوسطة درجة الايه الحرارة او منخفض درجة الحرارة. ولاحظ ان شكلهم متغير تماما، تمام. واحد فيهم هوت راسه فيها كورتين كبار كده، والتاني راسه فيها حتة مدببة واحدة او كرة واحدة بس في النص كده، تمام. واحد فيهم عنده انياب التاني ما عندوش، واحد فيهم ودانه كبيره اللي هو الفيل الافريقي زي ما تكون شكل قاره افريقيا، لكن التاني ودانه صغيره، تحس حتى ان في الطول الفيل الافريقي اطول شويه لكن الفيل الاسيوي اتخن شويه، طول الرجلين حتى شكل الانف او الخرطوم نفسه هناخده دلوقتي. المهم يبقى خلي بالك انهم مختلفين عن بعض، وواضح جدا انهم ايه زي بالظبط واحد جايب صورة بشر او انسان بيعيش في اوروبا وانسان تاني من جنوب افريقيا، هما الاتنين بشر او الاتنين انسان لكن مختلفين عن بعض تماما، خلاص، في الشكل وفي الطول وفي الحجم وفي الخصائص وفي قدراته وفي الوش وكل حاجة. طيب بقولك بعد كده الاسئلة بقى، which one of these are African elephant and which one is Asian elephant and why، يعني مين فيهم فيل افريقي ومين فيهم فيل اسيوي ولماذا. يبقى خلي بالك هو هنا هيبدأ بقى يسألك أسئلة عن الإيه النوعين دول من الأفيال. فأنت شو هتشوف في الصور كده هتلاقي هتفكر شوية أنت إيه الكائن اللي أنت درسته له علاقة بالموضوع ده، أو يعني بيفكرنا بالحكاية دي، هتفتكر على طول إن أنت كنت واخد الثعلب اللي هو الإلفينيك فوكس والأركيتيك فوكس، لو تفتكر مين فيهم كان ودانه طويلة. فلو انت معاك الكتاب هتفتح الكتاب هتلاقي ان فعلا الورقة بتاعت الأركيتيك فوكس والفينيك فوكس هي اللي هتفتح لك الإجابة لما تقرأ ان الإكسترا لارج إيرز كانت في الفينيك فوكس، علشان تساعده ان هو كول ذا بادي او هيلب ان كولينج ذا بادي، بتساعد في تبريد الجسم. لكن التانية اللي هي الاركيتيك فوكس كان عنده شورت ايرز تو كيب اتس بادي وورم، عشان تحافظ على جسمه بارد. يبقى هي دي اللي مفتاح الاجابه. هتبدا تعرف بقى ان الصوره بتاعه الفيل اللي هو ودانه طويله ده على طول الايه الافريكان اليفنت، لكن الفيل التاني اللي ودانه قصيره ده الاسيان اليفنت.
خلاص. ومفتاح الإجابة طبعا الورقة اللي احنا شفناها قدامنا دي، او اللي هتظهر قدامك دلوقتي، اللي هي الايه، الثعلب الفينيك فوكس اللي بيعيش في الصحراء، والثعلب التاني الاركتيك فوكس اللي بيعيش في التلج. وواضح جدا ان مكتوب فيهم الاذن هنا عاملة ازاي والاذن هنا عاملة ازاي. فانت لو عايز تنقل، لان هو بيقول لك بيكوز، يبقى انت هتقول ذا افريكان إليفنت تحت الكلمة افريكان. ليه؟ تقول لي بيكوز ات هاز لارج ايرز او اكسترا لارج ايرز تو كول اتس بودي. لكن التاني الاركتيك فوكس هتقول لي ان هو هاز ايه سمول ايرز تو كيب اتس بودي وورم، اللي هي طبعا ايه الاليفنت التاني هتقول اسين إليفنت هاز سمول ايرز تو كيب اتس بودي وورم. يبقى انت نقلتها منين، او هو جاب لك الحكايه دي منين؟ عرفناها منين؟ من الصفحه بتاعه الايه الفوكسز او الثعالب اللي قدامنا دي، خلاص. ودي صوره الايه الورقه بتاعه الاجابه، هتجيلك كده وانت هتكتب تحتهم. واضح قوي ان الصوره اللي على ايدك الشمال هي ديت اللي ودانه طويله، يبقى ده الافريكان إليفنت، واللي على ايدك اليمين هي الايه الاسيان إليفنت. خلاص يا شباب، ده كده اول سؤال في الاختبار الاول. تاني سؤال جايب لك قطعه تانية برضو على نفس الافيال، بقول لك ايه nowadays، يعني في الايام اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، الوايلد لايف اكسبيرتس اجري، يعني كل العلماء اللي هم متخصصين او في علم الحياه البريه متفقين على ايه بقى؟ ذات ذا الفنتس ار ان دينجر، ان هي مهدده بالانقراض او مهدده بالخطر، از ا ريزلت نتيجه اوف ايه بقى؟ destruction of their natural homes، تدمير بيئتهم الطبيعيه، to be used in farming، عشان يستخدموها في الزراعه، تمام؟ يعني مثلا يقوم مقطعين الاشجار اللي الافيال كانت عايشه فيها والغابات عشان يعملوها اراضي زراعيه، وطبعا بيحوطوا الاراضي دي باسوار عشان ما حدش ياكل اللي فيها. يبقى كده الفيل ما عادش عارف يتجول في الغابه بحريه، والمناطق البيئه بتاعته بتقل، ومش عارف ياكل اعشاب ولا نباتات، خلاص. or to construct buildings، او عشان يبنوا بيوت ومباني، as well as being hunted، وكمان بيتم اصطياده by hunters، بالصيادين، to get their tasks، عشان ياخدوا القرون بتاعته او الانياب بتاعته، for every trade، عشان تجارة العاج، وبياخدوا العاج ده يبيعوه، في ناس بتشتريه بفلوس كتير كتيرة جدا، يعني زي ما انت شايف كده، خلاص. فبيقول لك بقى use these guide words to answer، يعني جاوب بقى على الايه او اديلي شوية suggests او اقتراحات، for keeping away the elephants from the effects of human activities، يعني اديني بعض الاقتراحات واستخدم الكلمات المفتاحية دي ازاي نحمي من الانقراض. فاول سطر بيقول لك ايه stating a laws to prevent ايه، وضع قوانين عشان نمنع ايه، عشان نمنع hunting of ايه elephant، اصطياد الافيال، خلاص. او to prevent destruction of forest او natural habitat of elephants، يبقى ممكن تعملها برضو كده، ماشي. يبقى خلي بالك ان انت ممكن تقول الاجابه بكذا طريقه، او stopping from ايه، stopping برضو from hunting elephants and selling ivory trade او الايفوري، خلاص. او نقول مثلا stopping from a destruction of land او destruction of forest او cutting of trees، كل ديت اسئله هتجيبها من القطعه اللي قدامك، بحيث ان انت تقول له ازاي ان احنا نحمي الافيال من الاصطياد، واهم حاجه الهانتنج، stopping from hunting elephant، قتل الافيال او اصطياد الافيال، خلاص يا ولاد. يبقى انت بتجاوب من القطعه اللي قدامك، لو تلاحظ ان الكتاب معاك وانت ما استفدتش منه حاجه الا معلومه واحده اللي احنا قلنا عليها، خلاص. طيب الموديول الثاني او الاختبار الثاني جايب لك صور جديده، جايب لك صوره ارنب كده، بيقول لك observe this picture then answer expert where this animal with big ears lives، يعني هو بيعيش فين؟ هل هو in a hot desert habitat، في منطقة بيئة صحراوية، أو in a cold polar environment، في بيئة رطبة؟ نفس النقطة، لو أنت معاك الكتاب وفتحت الكتاب هتلاقي إن نفس الصفحة هتجيبها بتاعة الثعلبين، وإن الثعلب اللي ودانه طويلة هو اللي بيعيش في الصحراء، يبقى الأرنب ودانه طويلة يبقى هو كمان بيعيش في الصحراء أو بيعيش في البيئة الحارة، علشان العروق بتاعته لما تمشي في الودن الدم هيبرد، لما الهواء يخبط في الودن كده فالدم هيتبرد، ويساعده ان هو يعيش في البيئه الايه، في البيئه الحاره دي. ما ينفعش يبقى بيعيش في البروده بالقرون دي. يبقى دي اول سؤال. السؤال الثاني جايب لك صوره غزاله، والغزاله دي واقفه او قاعده ما بتتحركش، بيقول لك if you know that when this animal sees its enemies، لما يشوف الاسود والنمور اللي بتصطاده او الذئاب والثعالب وكده، from other animals it stand without any movement، بيتني واقف من غير ما يتحرك جنب الاعشاب او على الارض كده يقعد ما يتحركش، so it is not seen by its enemies، مش هيتشاف بالاعداء بتوعه،
تمام؟ ركز بقى، كون ان هو واقف ما بيتحركش عشان ما يشوفهوش، هو دلوقتي عامل adaptation من نوع ايه؟ من نوع structural adaptation ولا behavioral adaptation؟ هل انا اتكلمت عن لون جلده ولا بقولك ان هو بيقف ما بيتحركش، بيتعمد ان هو ما يتحركش، يبقى ده تصرف من تصرفاته، يبقى ده behavioral adaptation. لكن لو انا كنت قلتلك ان هو عنده sand fior او yellow fior to look like rocks او sand، ساعتها هتقولي ان هو structural ايه؟ adaptation. خلاص. طيب السؤال التاني بيقول لك this animals has long legs، ارجل طويله، which enable it to escape from animals. رجليه طويله يبقى حاجه في تركيب جسمه، يبقى ده على طول structural adaptation او التكيف التركيبي في تركيب الجسم نفسه. انا عارف ان في ناس هتقول لي طيب ما لون الجلد تكيف تركيبي، بس هو لما جاي يشرحه قال لك ان هو بيقف ما بيتحركش، يبقى هو بيتكلم عن سلوك معين الكائن ده بيعمله في السؤال اللي قبليه. طيب بعد كده جايب لك صورة تانية برضو، بقول لك in this picture you can see a deer، غزالة، which lives in a desert and it is one of the animals which adapted to live in the dark in the desert habitat، في البيئة الايه الصحراوية. observe this picture and determine the kind of adaptation which enables it from running very fast، يعني التكيف اللي بيخليها تجري بسرعة. ما احنا لسه قايلينه اللي هي long legs، يبقى ده structural ايه adaptation. بعد كده بيقول لك this deer is active at night to get food and avoid enemies. this adaptation is a، لو تفتكر ان هما لو انت معاك الكتاب وفتحته على الدرس بتاع التابيتا ملوشدم او الغشاء، هتلاقي ان الغشاء اللي عامل زي المرايه ده اللي في عينينا او اللي في عينين الكائنات دي موجود عند الهورسز والدوجز والكاتس والديرز، موجود عندها برضو الغزلان. يبقى لازم تقول structural adaptation. لو قال لك and why، قول له because they have تابيتا ملوشدم. يبقى دي برضو اسئله سهله جدا وبسيطه جدا، وبتعتمد على ان في واحد عارف التكيف بتاع الكائنات الحيه. الموديول الثالث برضو بسيط جدا وسهل جدا، بيتكلم عن ايه بقى؟ البولار بير او الدب القطبي. وبيقول لك كان ابولار بير ليف ان هوت هابيتيت، هل ممكن يعيش في الهوت هابيتيت؟ لو انت فتحت بقى الكتاب هتلاقي مكتوب جنبه ان هو ليف ان بولار ريجون او اركتيك كلايمت او المناخ القطبي. هو هنا بيقول لك هوت هابيتيت، يبقى هتقول له لا طبعا نو. لو قال لك يس اند نو هتقول نو. خلاص. فبيقول لك هنا مثلا you studied that the polar bear adapted to live in a very cold habitats. why can't the polar bear live in the hot desert؟ ركز بقى، هتقول اول حاجه ان polar bear has a very thick fur، يعني جلد سميك جدا، تمام، and its color is very white، تمام، and it has very short ears and short legs، ماشي، and هنقول مثلا ايه its body او its او it doesn't have any structural or behavioral adaptation to live in desert. خلاص. وممكن تجيبها بطريقه تانية، تقول له ايه مثلا ان هو ما عندوش ولا ودن طويله ولا يعني ولا sandy color fur، يعني قول العكس، قول ان مثلا the polar bear don't have 1 extra large ears for cooling the blood، 2 sandy color fur to make camouflage with desert، مثلا long legs to run fast، تمام، foot adapted to walk on the hot sand، وهكذا. can't stand مثلا without water or food for long times، كده. يبقى انت يا اما تقول المميزات اللي عنده، يا اما تقول العيوب اللي مش عنده او الحاجات اللي مش هتمكنه ان هو يعيش في الصحراء. خلاص. بعد كده بقول لك بقى what changes، ايه التغيرات that should happen to this animal، اللي لازم تحصل للحيوان ده to be able to live in the desert. تقول مثلا it must have sandy fur to hide from its enemies and catch its prey. لكن هو لو راح الصحراء بلونه الابيض ده، يبقى ان شاء الله الكائنات هتشوفه من عن بعد وما حد مش عارف يصطاد حاجه، هيموت، تمام. طيب هو قالها لك بعدها اهو، بيقول لك the fur color، تمام، يبقى the color must change into yellow أو sandy color. يبقى هو يا إما هيكتب لك، هيساعدك ويكتب لك أحد التكيفات وأنت تكمل، يا إما أنت تقول أنت مثلا it must have very أو extra large ears، شوف ودانه قصيرة، لا لازم يبقى عنده ودان طويلة مثلا. خلاص. طيب بيقول لك بقى بعد كده think and expect if the polar bear moves to live in the camel desert، في البيئة الصحراوية بتاعة الجمال habitat، تمام، will its life continue، هل بيئته او هل حياته هتستمر؟ هنقول طبعا نو. ليه نو؟ لان هو ما عندوش التكيفات اللي احنا قلناها دي كلها. احنا بنقول على فرضا لو هو هيروح لازم يبقى عنده الحاجات دي،
طيب الحاجات دي مش هتظهر في يوم وليلة، ده تكيفات بتقعد سنين طويلة جدا عشان تظهر في الكائن على فرض انها ممكن تتغير او تظهر. طيب بعد كده الاختبار الرابع جايب لك بقى ايه موضوع تاني خالص عن الطاقة ومصادر الطاقة وانواع الطاقة، فبيقول لك which one do you prefer، يعني اي نوع هتفضل، وجايب لك جدول بيقارن بين السولار كار اللي هي العربية اللي بتمشي بالطاقة الشمسية خلاص، والالكتريك كار العربية اللي بتمشي بالكهرباء، والفيول كار اللي هي العربية العادية اللي بتمشي بالبنزين اللي احنا عارفينها بنحط فيها بنزين وعندنا كلنا. وبيقول لك cars are different according to their different kind of energy which they use، يعني بتختلف حسب نوع الطاقة اللي هي بتستخدمها. There are cars which work with solar energy and the other works with electricity and the others work with a بنزين أو بنزين. And if you were a decision maker، لو أنت صاحب صنع قرار أو مسؤول عن الدولة معينة in your city أو في المدينة بتاعتك، and you have to مضطر إنك choose one kind، إنك تختار نوع واحد من الكارز to be the only kind to use in your city، إنه يبقى النوع الوحيد اللي بيستخدم في المدينة بتاعتك. What kind will you choose according to this كريتيريا، حسب الصفات او الخصائص اللي جايه دي. ماشي يا شباب، اول خاصيه بيقول لك الكريتيريا او الصفه وانت هتبدا تعمل صح او خطا، هل هي موجوده في العربيه دي ولا لا. ماشي، اول صفه بيقول لك cheap source of energy، مصدر رخيص من الطاقه. السولار كار بتعتمد على الطاقه الشمسيه ودي ببلاش في اي مكان، يبقى هنعمل عليها صح. الالكتريك انرجي ممكن نعمل عليها صح وممكن نعمل عليها غلط، لان الكهرباء غاليه مش رخيصه، كون ان انت كل يوم تشحن عربيتك بالكهرباء ده برضو يعتبر غالي. لكن الفيول اكيد هنعمل غلط ان هو مش شيب، لا غالي خلاص. طيب رقم 2 كلين سورس اوف انرجي، هنعمل صح على السولر. الالكتريستي بيعتمد هل انت بتجيبها من خلايا طاقه شمسيه، ولا هل انت بتجيبها من ماكينه كده بتشتغل بالبنزين تحط فيها بنزين او حاجه تديك كهرباء، فبرضو حسب، لكن هنعمل صح برضو مؤقتا لان الكهرباء مش بتلوث البيئة، لكن الفيول بيلوث البيئة. يبقى بناء عليه احنا عندنا نوعين من العربيات مش بيلوثوا ويعتبروا مرخص شوية، اللي هي الكهرباء والشمس، يبقى هنعمل صح في 4 خانات، لكن هنعمل غلط تحت الفيول كار او العربية اللي بتشتغل بالطاقة بالبنزين خلاص. طيب السؤال اللي بعده بقول لك order the cars، رتب العربيات دي according to the performance of your city which has a lot of a sunlight hours، يعني حسب preference، عفوا حسب هل هي الناس بتفضلها في المدينة ولا لا. طبعا هو بيتكلم على الحاجة اللي مفروض تحصل مش الواقع، يعني حتى لو بلدك كلها بتشتغل بالبطاريات او بالعربيات اللي هي بالبنزين، لكن هو هنا في السؤال قالك المدينة بتاعتك اللي فيها طاقة شمسية على طول، يبقى انا هرتبهم كالتالي، هاخد السولار كار الاول، رقم 2 الالكتريك كار، رقم 3 الفيول كار خلاص. بعد كده بيقول لك بقى رايت يور ديسيجن اند سي واي، ولماذا هتقول اي ديسايد، انا قررت، مش هو بيقول لك انت كمسؤول قرار ايه نوع العربيات اللي انت هتاخده، يبقى اي ديسايدد تو يوز مثلا، يا اما تقول السولار كار بيكوز ات از فيري شيب سورس اوف انرجي اند دونت بليود ذا انفايرمنت، يا اما تقول لي اي ويل تشوز ذا الكتريك كار because it cheap and don't pollute the environment and the sun and it can be used during the day and the night but solar car can be used during the day only مثلا. يبقى انت كده قلت العيب اللي في الايه في العربيه اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه، انها تستخدم فقط في النهار، لكن بالليل لازم بقى هشتري بطاريات وشحن وقصص تانية. طيب المديول الخامس برضو جميل جدا، بيتكلم عن موضوع البوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي، وده احنا شرحناه في الفيديوهات لو انت عايز ترجع الفيديوهات تاني. وبيقول لك يو كان سي ا سبورت كومبيتيشن، يعني انت شايف مسابقه كده في رياضيه. وات كان يو اوبزرف ان انرجي ترانسفير، البوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي، تحول الطاقه من طاقه وضع لطاقه حركه. وين ذا بلاير crosses the obstructs، يعني لما اللاعب ده ينط على الحواجز اللي قدامه. from this figure من الشكل determines the type of energy تمام across the stages in which the player
crosses this A abstract، يعني حدد نوع الطاقة المستخدم في كل واحدة. طبعا لما تلاقي قطعة زي كده كاتب لك potential وانرجي، على طول هتطلع الدرس اللي قدامك ده اللي هو بيتكلم عن طاقة الوضع وطاقة الايه الحركة في الكتاب، وتبدأ تعرف ان لو الجسم مرتفع عن الارض هيبدأ يبقى عنده طاقة ايه وضع، لو الجسم بيتجه ناحية الارض وبيقع بسرعة يبقى بدأ يحول الوضع الحركة. وهتشوف الرسمة اللي قدامك هتلاقي ان في البوزيشن الاول اللاعب لسه واقف ما بدأش حتى يمشي، يبقى المفروض ان هو من ناحية البوتنشال ومن ناحية الكينيتيك هنقول زيرو، خلاص يبقى عنده acquired energy ان هو ايه ولا عنده بوتنشال ولا كينيتيك، ولكن نقدر نقول ان هو الشخص ده دلوقتي ممكن يكون عنده نوع من انواع البوتنشال انرجي اسمها الكيميكال انرجي اللي هي الطاقة الكيميائية، لان هو جسمه فيه طاقة واكل اكله وعنده طاقة وسكريات مخزنة جوه جسمه كده. لو حابب تقول this person has chemical energy in his body تمام او able to do work ممكن تقولها في رقم واحد، لكن رقم واحد مجرد واحد واقف على الارض يعني حتى بدأ يحرك رجليه، بمعنى اخر ان هو ممكن نقول عنده zero potential and low kinetic ان هو بدأ يتحرك. لو انت عايز تتكلم من ناحية البوتنشال وكينيتك، في ناس تانية هتقولك ان الرجل ده عنده chemical energy stored in his body، برضو تعتبر اجابة ايه صحيحة مفيش اي مشكلة. طيب لما يبدأ ينط بقى او لما يبقى في الوضع رقم اتنين ان هو فوق كده ونط خلاص من على الحاجز، هنقول ان عنده potential energy. لما يبدأ يقع وهو بيقع بيحاول potential دي الكينيتك، يبقى عنده kinetic energy في البوزيشن 3. يبقى البوزيشن 1 has no energy او عنده no potential لانه واقف على سطح الارض and less kinetic لانه بدأ يتحرك. في الوضع الثاني هنقول ان عنده high potential energy تمام and less kinetic لانه وصل لاقصى ارتفاع، وفي الوضع الثالث هنقول ان عنده kinetic energy او high kinetic energy and low potential لانه لسه بيقع ما لمس الارض، يعني بدأ لسه بدأ يقرب من الارض. فخلي بالك ان الشخص ده او ان السؤال ده عايز ذكاء وعايز تركيز، مش اي حد يجاوبه، لازم تكون فاهم كويس او انت بتكتب ايه وعارف تحولات الطاقة عاملة ازاي. السؤال اللي بعده بيقول لك in which position there is the greatest potential energy، في اكبر طاقة وضع، يبقى على طول الوضع اللي هو البوزيشن نمبر 2 لانه ايه، او ممكن نقول له البوزيشن نمبر 2 because the height is great او في ارتفاع عالي او the player at the highest point. بعد كده بيقول لك in which position there is a great kinetic energy، هنقول in position number 3 because the player falls down quickly to the ground، بيقع بسرعة ناحية سطح الايه الارض، ولان الوضع واحد كان لسه بارئ يتحرك يعني سرعته مش كبيرة، او نقول because the player has great speed in position number 3. خلاص يا ولاد سهلة جدا ما فيش اي حاجة. بعد كده يا شباب هنشوف الاختبار رقم 6، برضو جايب لنا باراجراف هنبدأ نقرأ الأول وبعد كده نجاوب على الأسئلة بتاعته. المرة دي الباراجراف عن نوع من الطيور بتعيش في كندا، نوع من الأوز. بيقول لك Canadian geese migrates at the beginning of the winter، يعني بتهاجر في بداية الشتاء to search for food عشان تبحث عن الطعام and protect themselves from cold climates. What type of adaptation is this؟ يعني ايه نوع التكيف ده؟ طبعا احنا قلنا اي سلوك في الكائن الحي ده يعتبر behavioral adaptation من ضمنها الميجريشن او الهجرة. وبعد كده بيقول لك this bird او الطائر ده has light bones، يعني عنده عظام خفيفة that enables it to fly، بتمكنه ان هو يطير. And this is not adaptation، برضو هتقول ان ده تكيف structural adaptation لان ده تغير في تركيب الجسم نفسه، واحنا قلنا ان طالما تغير في تركيب الجسم يبقى structural. بعد كده السؤال التاني في نفس الاختبار بيقول لك في بنت اسمها جميلة plays a bouncy game، يعني لعبة فيها قفز كده او نط، where she jumps up at and back up and back يعني and up and down يعني الفوق والتحت on the trampoline في لعبة النط اللي انت شايفها قدامك دي. السؤال بيقول لك بقى where does جميلة have the greatest potential energy، يعني هي هتبقى عندها potential energy في حالة ايه؟ هتقول when she jumps up او when its position is high from the ground. خلاص طيب what is the force that pulls جميلة downward، ايه القوة اللي بتشدها الاسفل؟ يبقى هنقول the gravitational force او gravity قوة الجاذبية. طالما هو بيقول لك ايه القوة اللي هتشدها الاسفل يبقى دي قوة الجاذبية. وممكن في الاختبار يكون جايب لك صورة وحاطط
كذا رقم فيها A و B و C، وانت طبعا هتختار الرقم اللي بيدل على ان ارتفاعها عالي جدا لو كان بيسأل على المكان اللي البوتنشال انرجي هتكون فيه عالية، ولو قربت من النطاطة لتحت هتختار ان ده المكان اللي فيه الكاينيتك انرجي عالية. خلاص يا شباب، يبقى احنا هنختار في الاختيار السؤال التاني الايرث جرافيتيشنال فورس، قوة الجاذبية الارضية هي اللي بتشدها الاسفل. ناخد المديول نمبر 7 او الاختبار رقم 7، جايب لنا نوع من الكائنات بيعيش في الغابات وبيستخدم طريقة معينة للدفاع عن نفسه، وهي انه بيخرج رائحة زي ما تقول كريهة جدا يخوف بها الاعداء، وحيوان الزربان او السكانك gives off a very bad fuel when it approaching from predators، تمام، او when a predators approach to from him and this way is the only weapon that defend itself، ان هو بيدافع بها عن نفسه. خلاص، this adaptation is a، ده تكيف ايه؟ ركز بقى، هو دلوقتي الطريقة اللي هو بيدافع بها عن نفسه ان لما الكائنات تقرب منه بيبدأ يطلق رائحة كريهة جدا في وجهه، فده يعتبر تكيف ايه؟ تكيف behavioral adaptation او تكيف سلوكي. لكن لو كان قالك ان في غدد معينة في جسمه هي اللي بتفرز المادة الكيميائية دي، وان الغدد دي هي واماكن تانية بيتم فيها تخزين المواد لحين اطلاقها، تمام، يبقى في الحالة دي هتقول لا ده كده structural adaptation، هما الاتنين قريبين من بعض. لكن طريقة السؤال ان هو بيقولك ان لما الكائنات الاول يحس بالخطر يبدأ يطلع منه الرائحة دي، يبقى ده تكيف سلوكي، سلوكيات معينة هو بيعملها. طيب، يبقى ده اول نقطة في الاختبار. النقطة التانية بيقولك مثلا عندنا tropical البيكوك او الطاووس البري lives in tropical rainforest، بيعيش في الغابات الاستوائية، and his colorful feathers، وعنده ريش ملون جميل جدا، help him to hide، بيساعده ان هو يختبئ في وسط النباتات والاعشاب، and mate، ويعمل عملية التزاوج. what type of adaptation is this، يبقى على طول طالما ده تركيب معين في جسمه يبقى ده structural adaptation. السؤال التاني، when peacock perform a certain dance before mating، يعني لما يعملوا رقصات معينة قبل التزاوج، this considered as a as behavioral adaptation، وده يعتبر تكيف سلوكي لان دي سلوكيات معينة هما بيعملوا. الاختبار الثامن موديول نمبر 8 جايب لنا صورة تلاجة والانابيب اللي بيمشي فيها غاز الفريون علشان يبرد الاكل وياخد الحرارة من الاكل ويرجع تاني يدور ويبرد الفريون ويرجع تاني يرجعه وهكذا. الانابيب اللي انت شايفها قدامك دي بيقولك بقى بناء عليها هنجاوب الاسئلة. اول حاجة بيقولك this tubes for cooling in refrigerators، في التلاجات، depend on the idea of its work on the transfer of heat from a hot tubes to cold tubes and this return and the return of cold air to the interior of the fridge to cool the food again. يعني بيقول لك فكرة عملها بتعتمد على ان في انابيب شايل هواء سخن بتيجي من جوه التلاجة، تطلع تتبرد او تلف حواليها انابيب تانية تاخد منها الحرارة دي باردة وترجع الهواء البارد تاني لداخل التلاجة عشان يبرد الاكل مرة تانية وهكذا. طيب يا ترى ده كان شبه ايه احنا درسناه قبل كده؟ هو بيقول لك بقى from which living creature او organism did human get this idea، الانسان جاب الفكره دي منين؟ احسنت، لو انت معاك الكتاب هتطلع صفحه البطريق او البنجوين وهتشوف الرجلين بتاعته فيها اوعيه دمويه بتعمل كده برضو، يبقى هنقول from the penguin's feet او from penguins. خلاص، طيب this type of adaptation ايه نوع؟ طالما ده تركيب جوه جسمه يبقى ده structural adaptation. خلاص، بعد كده بيقول لك بقى show another example of technology inspired by animals، على طول هتطلع الايه السبيشال كين او العصاية الخاصة اللي بيستخدمها العميان اللي احنا خدناها في درس من الدروس، هتطلع الصفحة بتاعته وتكتب كلمة special cane and inspired from bats and bees، النمل الخفافيش والنحل، واظن خدناها قبل كده كانت موجودة في درس من الدروس المنهج، ان احنا استخدمنا طرق التواصل بين الكائنات الحية في ان احنا نطور السبيشال كين دي عشان نساعد الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يبقى انت هيبقى معاك الكتاب تقدر تستفاد منه في سؤال او سؤالين، لكن مش في الاختبار كله، معظم الاجابات بتيجي من القطعة اللي هو جايبها لك. خلاص، طيب بعد كده بيكمل اسئلة بيقول لك بقى، او يعني بيجيب لك الاختبار اللي بعده، تعال نشوفه كده. الاختبار رقم 9
جايب لنا أسئلة بسيطة جدا، بيقول لك mention the energy transformation in the following devices and the following or the and the following situations as well. يعني ممكن يديك موقف معين أو جهاز معين ويقول لك قل له تحول الطاقة من إيه لإيه. أول صورة عندنا جايب لنا كشاف، والكشاف ده طبعا بيشتغل بالحجارة لأنه ملوش سلك. فهنقول the transformation of energy from إيه بقى؟ from chemical energy، لأن البطارية بيبقى فيها طاقة كيميائية، into light energy، إلى طاقة إيه؟ ضوئية. خلاص؟ أنا عارف إن في ناس هتقول لا إحنا مفروض نكتب electric energy to light energy، كهرباء إلى ضوء، لكن الأساس إن الكهرباء دي جاية من البطارية، والبطارية فيها تفاعلات كيميائية هي اللي بتولد الطاقة الكهربائية، يبقى chemical energy to electric energy. ممكن ما يجيبلكش في الكتاب الفلاش لايت أصلا، ويجيب لك حاجة مشابهة له زي قلم ليزر أو حاجة، تمام؟ يبقى أنت هتقول نفس الإجابة. لو قالك ليزر بن أو ليزر برضه هتقول نفس الكلام، from chemical energy into light أو ليزر energy أو light energy. بعد كده السؤال اللي بعده أو الصورة اللي بعدها جايب لنا فرن هنا، والأفران دي ثلاث أنواع. لو كان فرن كهربي يبقى هتقول بيحول الإلكتريك energy to heat energy، لكن لو كان فرن غاز هتقول بيحول الكيميكال انرجي اللي هي موجودة في الغاز او بتاع الانابيب كيميكال انرجي برضو تو هيت انرجي. لكن لو كان زي الصورة دي فرن شمسي وهو عبارة عن مجموعة من المرايات كده وبيحطوا فيها الاكل وبيطبخ، يبقى هنقول هيحول السولار او اللايت انرجي انتو هيت انرجي. يبقى حسب الصورة اللي عندك هي اللي هتحدد. الصورة اللي بعد كده جايب لنا عربية بتشتغل بالزمبلك او بالسبرينج، بيقعد يلف كده بايدك وتمشي، كانت عربيات موجوده زمان في لعب الاطفال. يبقى هنقول بتحول الكاينيتيك انرجي انتو او ان انت لما بتلف الزمبلك انت بتديله بوتنشال انرجي، هتحوله بعد كده لسرعه او كاينيتيك ايه انرجي، لان انت من ضمن انواع البوتنشال انرجي اللي عندنا اللي هي الايه الاستيك او المرونيه. بس دي هتبقى يعني صعبه شويه عليك المثال ده، لكن لو جالك انت هتقول البوتنشال تتحول لكاينيتيك. بعد كده جايب لنا صورة تانية اللي هي الايه السولار كار او السيارة اللي بتمشي بالطاقة الشمسية، هنقول انها بتحول اللايت انرجي انتو الكتريك اند كاينيتيك انرجي، يعني بتحولها لطاقة كهربية الاول، وبعد كده الطاقة الكهربية دي هتروح للموتور وهي اللي هتشغل الموتور. يبقى خلي بالك ان الاساس بتاعها انها بتديني كهرباء، والموتور بعد كده شغال بالكهرباء. خلاص؟ لو جاب لك صورة عربية بتشتغل بالبنزين يبقى على طول العكس، هتقول ان احنا بنحول الكيميكال انرجي في الفيول تو كاينيتيك اند هيت انرجي، لان في حراره طالعه من المحرك بتاع العربيه. لو اجيب لك صوره عربيه بتشتغل بالكهرباء زي ما انت شايف كده عربيات واقفه تشحن اهيت، هتقول تحول الالكتريك انرجي انتو كاينيتيك انرجي. لو جاب لك كائن حي سواء انسان او حيوان او هتكتب انه بيحول الكيميكال انرجي بالفود لانه بياكل اكل، بيحولها الى هيت انرجي او طاقه حراره. لكن لو جاب لك صورة نبات هتقول ان هو بيحول اللايت انرجي او طاقة الضوء انتو كيميكال انرجي، لانه بيبني لنا سكر وبيبني لنا مواد سكرية ومركبات ناكلها، يبقى بيحول اللايت انرجي انتو كيميكال انرجي. ده لو جاب صورة نبات من الايه من النباتات. خلاص يا شباب؟ وممكن يجيب لنا جدول زي ده وانت تكمله، ده كان مثال عليه يعني من الامثلة اللي احنا خدناها، وجايب لك ان العربيه الاخر حاجه العربيه اللي هي بتمشي بالزمبلك ديت بتحول البوتنشال انرجي لكاينيتيك انرجي، ودي تعتبر الجديده عليك او اول مره تسمعها يعني، بس سهله ما فيهاش اي حاجه. بعد كده جايب لنا تكمله الامتحان سؤال جميل جدا وعايزك تركز معايا فيه كويس قوي. بيقول لك ايه، احمد went on a car trip with his mother and with his family مثلا and the car was powered by solar energy and fuel. يعني العربية دي ممكن تمشي بالنهار مثلا بالطاقة الشمسية، ولما الليل يجي ممكن تمشي بالبنزين. And after spending a good time، بعد ما قضوا وقت كويس في الرحلة ديت with his family يعني، they returned home in the evening، رجعوا تاني في المساء. ركز انهم رجعوا بالليل، يعني ده معناه ما كانش فيه شمس وهم راجعين، يبقى اكيد هيشغلوا البنزين لان العربية بتشتغل بالطاقة الشمسية أو بالوقود، بيبقى فيها ساعات أوبشنز كده إن أنت تغير من دي لدي. وجاب لك بقى شوية أسئلة بإنك تاخد بالك من الكلام اللي هو ألف القطعة عشان تجاوبها. أول سؤال بيقول لك the car العربية دي convert بتحول A energy to A energy during day في النهار، يبقى هتحول السولار أو اللايت إنرجي into kinetic energy.
السؤال اللي بعده بيقول لك this car convert نقط انرجي to نقط انرجي during night في الليل، يبقى هتقول لي chemical energy من الفيول to kinetic energy. ركز بقى. طيب السؤال اللي بعده جميل جدا، بيقول the car خلاص produces نقط انرجي، العربية دي دايما في الحالتين بتنتج طاقة ايه؟ يبقى kinetic energy، produce بتنتج. واهم سؤال فيهم اللي بيقول لك did this car do work، يعني هل العربيه دي بذلت شغل، and why ولماذا. لو تفتكر تعريف الشغل كان ان هي عباره عن ايه، لازم يكون الجسم اتحرك مسافه معينه. خلاص تعريف الشغل ان هو it is a force that is exerted by the object and moves it a distance، وبتحركه مسافه معينه. هل العربيه هنا اتحركت مسافه ولا رجعت لنقطه اصلها تاني لانهم رجعوا للبيت؟ خلي بالك، فهنا هنقول ان هو ايه، the car doesn't do work because it returns back to its original state او original او starting point، رجعت لنقطة بدايتها تاني. زي واحد كان واقف في نقطة وبعد ورجع تاني لنفس النقطة، في النهاية انت ما مشيتش مسافة، انت رجعت لنقطة بدايتك تاني، يبقى انت كده تعتبر ما بذلت الشغل لان ما فيش مسافة. خلاص يبقى ده برضو سؤال جميل جدا. ولو انت معاك الكتاب ومسموح لك تاخد الكتاب في الاختبار، الصورة اللي هتظهر قدامك دي او اللي جنب الشرح هي اللي فيها تعريفات الانرجي وتعريفات الورك والبوتنشال والكاينيتك، وممكن لو قريت التعريف كويس هتعرف ايه الفرق بينهم وامتى تقول ان حصل ورك او ما حصلش ورك. هقربها لك بمثال تاني. لو جاب لك صورة شخص بيدفع جدار ويقول لك هل الشخص ده بذل ورك او لا، عمل شغل ولا لا، هل الجدار اتحرك يا ولاد؟ طبعا لا ما اتحركش، يبقى هنقول الشخص ده ما عملش شغل. لكن لو هو بيحرك ترابيزة او عربية والعربية مشيت مسافة معينة، هنقول في نتيجة للشغل او للطاقة اللي هو بيبذلها، يبقى العربية دي اتحركت، يبقى هو بذل شغل. العربية بتاعتنا لما راحوا بيها رحلة ورجعوا تاني، تعتبر مجمل الرحلة انهم يعني رجعت لمكانها تاني، فما بذلتش شغل. خلاص طيب تعال نكمل. سؤال كمان بيقول لك سارة is an excellent student، هي طالبة ممتازة، and she know who is behind the door، يعني تقدر تعرف مين ورا الباب او بيخبط على الباب. خلاص by the way the door is knocked، يعني بالطريقة اللي تم ايه طرق الباب بيها. فمثلا her father knocks on the door 3 times، يعني بيخبط على الباب 3 مرات. تمام. طيب but the mother press the bell once، بتضرب يعني مامتها بتضرب الجرس مرة واحدة، then knocks on the door twice، وبتضرب الباب مرتين، تخبط على الباب مرتين. but her brother أحمد press the bell several times، يعني أحمد مش بيخبط على الباب، هو بيقعد يرن على الجرس كده لحد ما يفتح الباب. هي البنت دي عرفت كويس قوي كل واحد فيهم بيخبط ازاي من كتر ما هم عايشين مع بعض، ومن كتر ما هي بتروح تفتح لهم وهم جايين. طب سؤال بقى بيقول لك هنا what is the name of the sense that Sarah uses to know who is at the door، ايه اسم الحاسة هنا اللي هي استخدمتها عشان تعرف مين واقف بره الباب؟ يبقى على طول hearing sense او حاسة السمع. خلاص يبقى خلي بالك من النقطة دي. السؤال التاني بيقول لك does this method، هل الطريقة دي have another name تمام from your studies، من دراستك هل الطريقة دي لها اسم تاني؟ طبعا لها اسم تاني، اللي هي ايه، اللي هي المورس كود او اشارة مورس، ان يبقى في اصوات معينة او خبطات معينة لها معنى. السؤال الثالث بيقول لك are there living creatures that use this method، هل في كائنات بتستخدم طريقة الاصوات دي؟ هتقول له طبعا الهامب باك ويل او الحوت احدب الظهر، وخدناه قبل كده برضو. طيب اخر سؤال بقى if Sarah heard the bell twice، يعني لو Sarah سمعت الجرس بيضرب مرتين and the door تمام knocked twice والباب اتخبط مرتين، what would she do، هي هتعمل ايه؟ هل هتفتح الباب يا ولاد ولا لا؟ طبعا ممكن نقول she will not open the door immediately and she will ask who is behind the door first، يبقى هي هتسأل الاول مين ورا الباب، لان ده اكيد حد جديد، لا باباها ولا مامتها ولا اخوها، لانه بيخبط بطريقة جديدة، بيضرب الجرس مرتين ويخبط على الباب مرتين، يبقى دي طريقة جديدة، يبقى احنا هنقول ان هو ان هي مش هتفتح الباب. وده برضو كان نموذج من ضمن النماذج، لكن في النهاية انا عايز اوصل لك ان مفيش يعني ايه، مفيش طريقة معينة للأسئلة. طريقة الأسئلة ان انت تبقى مذاكر كويس دروسك، ويجي لك مشكلة او موقف انت اتحطيت فيه، تبدأ ان انت تشوف هتجيب اهني درس تطلع منه الإجابة، والكتاب هيبقى معاك.
ده اللي انا عايز اوصله لك، ان انت تبقى مذاكر كويس، مستعد كويس، قاري كل دروسك قبل ما تروح الامتحان الاسبوع الجاي ان شاء الله، بحيث ان انت تبقى مستعد لايه، لاي اسئله جديده او حاجات جديده. وخلي بالك ان دايما هو بيجيب حيوانات جديده واسماء جديده لكن مشابهه تماما للي انت درسته. أعزائي الطلاب، وبكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. أتمنى تكونوا مستفدتم، وأتمنى تشتركوا معي في القناة. سعدت وتشرفت بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.